في هذا الوقت، في الوقت حيث نصغي بإجلال إلى صوت الشعب الجزائري العظيم. عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة لا تتعدى 90 يوما، ليستكمل تجسيد المادة 102 من الدستور وفقا لمقتضيات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري مباشرة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة. فإننا أيتها السيدات أيها السادة أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع بإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة من حياة الأمة، مرحلة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه. تولي بن صالح رئاسة الدولة أتى في وقت يعرف فيه الشارع تحركا في اتجاه رفض كل وجوه النظام لقيادة المرحلة المنصوص عليها دستوريا، فأمام رئيس الدولة وضع استثنائي تشهده البلاد منذ أول جمعة للثاني والعشرين فيفري. فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف الخاص تحمل واجب مسؤولية ثقيلة، وإني لا أهيب بالجميع خلال هذه الفترة التي تقدم عليها البلاد، بلادنا بإخلاص من أجل التطبيق الصارم لمضمون الدستور، للعمل بجد وإخلاص وتفاني من أجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة إلى الشعب. إعلان بن صالح رئيسا للدولة أتى عقب أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه بحضور 455 نائبا مع تسجيل مقاطعة أحزاب سياسية للجلسة.